السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نتعرف على الأجواء في مدينة اسطنبول. اليوم السبت 11/2/2023. هي الأجواء الحالية في مدينة اسطنبول. الحمد لله اليوم مشمس. الأسبوع الماضي كان كله ثلج وعواصف رعدية ثلجية. الحمد لله اليوم أجواء أفضل من قبل. في كثير من الأخوة العرب عم تراسلنا عبر الرسائل، إن كان على اليوتيوب أو على الفيسبوك، عم تواصل معنا بسألونا عن الأجواء في مدينة اسطنبول. أخواني، الأجواء في مدينة اسطنبول بتختلف كل يوم، بتختلف عن الثاني. يوم يكون مطر، يوم ثلج. يعني الحمد لله الوضع مستقر حاليا وما في أي مشاكل. في كثير من العرب حاجزين على اسطنبول، خايفين تنزل مشان وضع الزلزال اللي صار في تركيا. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يرحم الشهداء ويشافي الجرحى يا رب، ويكون مع جميع المسلمين يا رب. هاي الاجواء اليوم في مدينة اسطنبول. اليوم مشمس، يوم حلو. اخواني لا احد يخاف، يعني الحمد لله اسطنبول ما فيها شيء ابدا. بس تم تعطيل المدارس لفترة 20 شباط مشان الزلازل، مشان البرد، لأنه كان في برد الأسبوع الماضي، كان في ثلج. هاي المحلات كلها فاتحة الحمد لله، السوق كله شغال، ما في شيء ابدا. اللي حاجز تذاكر طيران للسفر لاسطنبول حابب يجي، يتوكل على الله ويجي، يعني ما في مشاكل ابدا ان شاء الله. بس البرد يعني موجود كل يوم، عم بختلف عن الثاني الاجواء. يعني موسم الشتاء حاليا، موسم الشتاء الشهر الثاني والثالث بتكون اجواء شتويه. كون اصدقائي الاسواق كلها فاتحة الحمد لله. اسطنبول ما فيها شيء ابدا، ولا حدا يخوفكم ويقولكم يجي زلزال او هيك شيء، العالم عند الله. طبعا في كثير من العالم خايفة تجي اسطنبول بسبب الزلزال اللي صار في مناطق الجنوب، حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا مناطق الجنوب مثل غازيانتاب، ادمن، وأضنا، كهرمان، مرعش، هدول صار فيهم زلزال. الله يكون معهم يا رب ويساعدهم. أنا اليوم بس حبيت ننقل الأجواء الحالية في مدينة اسطنبول، لأن في كثير من العرب خايفة، في كثير من العرب خايفة تنزل اسطنبول لأني حاجزة كمان. هاي الوضع في اسطنبول حاليا. مثل ما قلت لكم اصدقائي الوضع، وضع البرد، يعني في برد. الاسبوع الماضي كان ثلج وامطار غزيرة. مثل ما كنتم شايفين اصدقائي الشمس طالعة الحمد لله. اليوم اجواء طبيعية، ما في شيء. لكن العالم عم بتخاف، ما في شيء يخوف الحمد لله. وضع باسطنبول جيد جدا الحمد لله، ما في شيء لا حدا يخوفكم. لكن مثل ما قلت لكم اجواء كل يوم عم تختلف عن الثاني. يوم برد، يوم شمس، يوم ثلج، يعني ما عند الله. هيك اجواء اسطنبول يعني بشكل عام. هاي العالم كلها نزل على الاسواق تتسوق، لان الاسبوع الماضي كان كله ثلج، فاليوم شمس، العالم تطلع. اليوم كتير زحمة الأسواق والساحات في اسطنبول. الله يحمي جميع المسلمين يا رب، ويكون مع أهلنا. طبعا البزرات كمان كلها فاتحة اليوم، البزرات الأسبوعية. طبعا اليوم سعر الصرف الدولار في تركيا
اسطنبول. اذا بدكم تشتروا 18 80، بدكم تشتروا عفوا 19 و30، تشتروا بتبيعوا 18 80. طبعا اجواء السياحة بشكل عام في اسطنبول موسم شتي تكون قليلة كتير، لاني دايما في برد في اسطنبول. الشهر الاول والثاني والثالث تستمر لحد الرابع لغوت الخامس. هاي السنة بتوقع يضل البرد للشهر الخامس، انا لاني موسم الشتوي تأخر لاجا لشهر 12 حتى اجا الشهر الشتي، شهر موسم الشتوي عفوا. الشوارع كلها مزدحمة اليوم، هو لأن اليوم سبت كمان العالم كلها بتكون معطلة، عطلة الأسبوع في تحتيها سبت وأحد. Thank you.